حق تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين طبعاً، وهذا الأمر كان من خلال رغبة المواطنين نفسهم في تسليمهم لشهادات ترشيح. طبعاً الشهادات الترشيح تعطي المواطن الراحة أنه هو من المستحقين لإحدى أو يكون عنده دور في واحدة من هذه المشاريع الإسكانية الموجودة. وبالفعل يعني هاي لاقت ارتياح وإقبال جداً كبير من المواطنين، لأن بالفعل هذه جات بناء على رغبتهم. وهذه الله يسلمكم يعني امتص كثير من الحيرة اللي كان كثير من المواطنين يكونون فيها في مدى أن هم لهم نصيب من أحد من المشاريع أم لا. فكانت أتت فكرة شهادات الاستحقاق في التوزيعات الإسكانية كحل لإعطاء المواطن أريحية أنه له استحقاق في مشروع ما من المشاريع الإسكانية.